العجلتين فاسوا مرة واحدة؟ والله يا فندم دخلت اشرب كوباية شاي خرجت لقيتهم على الجنط. ليه ان شاء الله؟ جات لهم فرد فراخ؟ خير فيه ايه؟ العجلتين نايمين يا كابتن والاستاد عايز يتصلح. ياه يلا يا اخويا انا مستعجلة عندي ميتن هناك في الاتيليه. يلا شوف لك حل. انا رايح الاتيليه ويبقى شرف كبير قوي ليا لو توافق انك تركبي معايا العربية. ربنا ما يحوجنا يا اخويا. انت هتفضل واقف لي كده ما اشوف لك حل فيها؟ يلا ساعة ونص اكون صلحتها. ساعة ساعة وايه؟ لا ده واحنا متفائلين كمان، ده لسه هيحل العجلتين ويحطهم في عربية تانية يشيل التلات كاوتشات اللي هي اقرب واحد بتاع الكاوتش اللي هو على بعد نص ساعة من هنا، ولسه الراجل بقى يحلهم وينفخهم. عليا النعمة ما حد اتنفخ قدي في قعر المجلس اللي احنا واقفين فيه ده. يلا يا حبيبي طريقك اخضر، شوف رزقك. احنا طريقنا واحد. اللهم طولك يا روح، استبحتي بوشي مين النهارده يا حبيبتي؟ يا شربات يا غلبانه يا شربات. يا عم بالراحه بالراحه، دي عربيه مش طياره من اللي بتطيرك. خايفه ولا ايه؟ انا ما بخافش غير من اللي خلقني. وبعدين سواقتك دي تحرق الاحصان. يا خيف يا لهوي هنموت هنموت يا جدع، ناقصين عمر. مش انت اللي مستعجله وراكي ميتشنج؟ مقلز عليا يا ابو كباتشن. العيش ولا كان اللي يتمقلز عليك؟ اهو العيش ولا كنت يا ابو كباتشن، انك بتتمقلز عليا. انت كنت فاهم ان انا مش فاهمه، ده انا افهم الكفر وعون الله. طب وايه فهمك بقى من الاسلوب اللي اتغير ناحيه المحاولات الكتيره كل شويه نط في وشك بمناسبه ولا من غير مناسبه؟ ايه رايك بقى؟ هات من الاخر اسال. الكلام ده ما ينفعش وانا سايق عايز قاعده. ليه يا اخويا الكلام واعر قوي كده؟ ما تعزميني على قهوة في مكتبك بعد الميتين. شكرا يا ولاء. انت عرفتي تفاصيل الشغل بالسرعة دي ازاي؟ ده انت كنت بتديري الاجتماع كأنك في مجلس الإدارة بقالك 10 سنين، حسستيني بدقلتي. بإيه يا أخويا؟ يعني غبي وما بعرفش أجمع جنبك. ما هو الخلايق نوعين، نوع يفهمها وهي طايره والنوع التاني يقول للبهيمه يا ابله. ماشي يا ستي الله يسامحك. بقول لك ايه، انا ما بتهتش بقى الله يسامحك دهيت. انت عامل لي روحك مداس وعامل لي روحك بسفلت كده على الارض وانا هسوق فيها وحديك من منقي خيار. برضو ماشي يا ستي. الله، مش بيقولوا حبيبك يبلع لك الزلط؟ حبيبي منين يا ابو الكباتش؟ من ساعه ما حلمت بيكي احلى حلم حلمته في حياتي. مش كان كابوس؟ ما كانش حلم؟ ده بعد الكوابيس. الحلم اتكسفت اقولهولك لما حمزه كان موجود. لسه كل ما بفكر فيه بتكسف. بس مش قادر انسى تفاصيله. كان حلو قوي. ده بقى مش حلم، ده فيلم. المهم يعني لما صحيت يوميها فكرت فيكي كتير، لقيت اننا امام امر واقع، والعند والعداوه مش هيغيروا في حاجه. فقلت ليه ما احاولش اشوف فيكي اللي خلى حكيم يحبك الحب ده كله ويتنازل عن نص ثروته ليكي اللي هي اغلى من عياله. لا ما كانش في حد اغلى من عياله، بس هو غلبان ما كانش بيعرف يبين يعني. وانا مش من النوع اللي يكابر في انه يعترف بغلطه. انا قلت ان انا ممكن ابقى غلطان في الموضوع ده، وعشان كده فكرت ان انا ابص عليه من زاويه مختلفه، ان انا راقب واحلل اللي براقبه من غير ما اخد اي موقف عدائي منك. لا بلاش الكلام المجعلص ده، تحليل وزاويه وموقف، الكلام ده تقوله مع الست منى الشاذلي في البرنامج. انا شرشوحه من الحوالي، بفهم على قدي. ده انتي قلبك اسود قوي قوي قوي. يعني مفيش تسامح ولا غفران خالص؟ لا تسامح فيه، نسيان مفيش. يعني ممكن تسامحيني بقى؟ انا اعتذرت لك كتير. انا اسف يا ستي. مش بالكلام يا اخو الغالي. عندك حق، والوقت هيثبت لك انه مش كلام يا مرات الغالي. وانت بقى لما صحيت من الحلم لقيت حكيم حبني ليه؟ مش حكيم بس اللي حبك، بنات حكيم حبوكي وتعاطفوا معاكي، ولاد عواطف حبوكي. مش هتصدقيني لما اقولك إن عواطف نفسها بتحكي وتتحكى عن شهامتك وجدعنتك مع الدكتور اللي كان عايزاه يتجوز بنتها. ده عشان هالة مش عواطف. بغض النظر، اللي يخلي كل الناس دي تحبك أكيد في سبب لاحظوه كلهم.
حاجه في شخصيتك، حاجه حقيقيه، حاجه صادقه، عشان العيال دي مش هبل، ما ينفعش الضحك عليهم. ده غير المنطق اللي بيقول ما ينفعش ان العيال دي تحبك لانهم يبقوا اغنى بكتير قوي من اللي هم فيه لو انت ما ظهرتيش في حياتنا. بعد كده فكرت لما وقفتي قدامنا كلنا عشان تدافعي عن حكيم من قلبك، ولما رميتي نفسك في البسين عشان تنقذي حمزه اللي ما كنتيش تعرفيه ساعتها، ده غير طبعا ان ما كنتيش تعرفي تعومي اساسا، وحنيتك مع اخواتك الا اغلى عندك من نفسك نفسها. كل الحاجات دي وحاجات تانية كتير خلوني افكر ان في معنى واحد، معنى واضح زي الشمس، بس انا بس عشان الكبر والعند اللي انا كنت فيه عاميني تماما، انك حنينة قوي وطيبة قوي وحقانية قوي وجدعة قوي. وانت بقى يا اخويا عايزني اصدق كده ان حيال حتة حلم صغير شال الغشاوة من عينيك، وبدل ما تشوفني امنا الغولة اللي كانت جاية تاخد حقكم وكنتوا هتلفوا حوالين رقبتها حبل المشنقة، فجأة بقيت ست الحسن والجمال الطيبة قوي الحنينة قوي الجدعة قوي. لا يا شوشات، مش بس الحلم. ولما تشالت الغمامة من عينيك ما شفتش ان انا ولا هبلة ولا عبيطة، وان انا ست مرقعة قوي ومدقدقة قوي، واخدك انت وعشرة زيك اوديكم البحر وارجعكم عطشانين؟ لا طبعا، ده اكيد، والا بقى غبي قوي. مش كده برضو؟ السبب الحقيقي اللي خلى حكيم يحبك الحب ده كله غير كل اللي انا قلته، سبب اهم واوضح، اللي هو ان شاء الله فجأة طلع لي جناحين في نص ظهري وبقيت برفرف زي الفراشة. لا، انك حلوة قوي قوي قوي. مرسي على القهوة.